خليني اتفق مع حضرتك ان يمكن ما يبقاش في وضوح لل ايه غرض كل برنامج تدريبي. انا للاسف واخد ام بي اي بس يعني مش اصليه. يمكن احنا كمان من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان احنا بنطور باستمرار البرامج التدريبيه. بس خليني اقول حاجه ملحوظه الاول قبل ما اقول لك في عجاله كده، ان البرامج اللي احنا بنديها هي نفس البرامج اللي بتديها تيك باي دوي فيما يخص الموضوعات الاداريه والموضوعات الخاصه بالستارت ابس بالذات. لكن خليني اقول ان تبقى عندنا مشكله هي يعني ايه فكره تحديد البرنامج التدريبي المناسب لكل حد. فاوقات بيحصل ان بيبقى الشخص اللي بيتقدم يمكن بيبقى داخل في برنامج غلط، ولكن ده خطأنا احنا ان احنا عندنا اول حاجه بتتعمل ان بتتعمل نوع من انواع المقابلات الشخصيه عشان خاطر نقدر نحدد حاجتين، ايه الميول والاتجاهات بتاعت كل حد وايه البرنامج الانسب ليه. اذا كنت حد بتتكلم مثلا على الستارت اب او برنامج بدء المشروع، ده بيبقى مخصص لفئه معينه ان هي مش قادره تعمل الشكل الاولاني انها تعمل ازاي خطه عمل او دراسه جدوى عشان تاخد اول خطوه في المشروع. لو حد عامل هذا الموضوع هيبقى البرنامج اكيد مش مفيد بالنسبه له. يعني لو حد عارف يعمل خطه العمل بتاعته او دراسه الجدوى بتاعته، اكيد ان هو لو داخل نفس البرنامج مش هيستفيد بحاجه. عندنا برامج اسهل من كده، ان اول برنامج احنا بنعمله اذا كان الشاب لسه مش محدد هو عاوز ايه، في برنامج خاص بهذا الموضوع. برنامج بيحدد بس انا اتجاهاتي ايه؟ هل انا فعلا عاوز اعمل مشروع؟ هل انا فعلا عندي حاجات ابتكاريه ممكن ان انا اعملها؟ هل انا واخد الخط بتاع الوظيفه؟ كل الحاجات دي وارده. ولكن دي اول حاجه بتتعمل للي هو مش محدد. لو حد جه وتقدم وقال لا انا محدد، مش هقدر اقول له لا لازم تدخل تحدد ونعمل سايكومتريك اناليسيس او غيره ونقدر نحدد ايه الاتجاهات، مش هنقول له كده. لو حد ما عندوش فكره بيدخل برنامج لتبييض الافكار، لو حد دخل وعنده افكار يبقى بيضيع وقته. وهكذا. ففي موضوع البرامج محتاج ان هو يمكن احنا هنقاوم ده وهنبتدي نشوف ايه طريقه التعريض البرنامج وايه طريقه الاختيار بتاعت البرنامج عشان نقدر بشكل واضح ان ما حدش يشكو هذه الشكوى. اذا كان بقى في اي خلل في صلب البرنامج، يعني البرنامج اللي يكون اضعف مني ده واقف. زي بالظبط انا حد في رابعه دخل الاولى، فاكيد هيلاقي الحاجات هو عارفها وخدها. ولكن اذا كانت جوده البرنامج او في فزلكه ملهاش لازمه او غيره، لا ده احنا هنراعيه تماما اذا كان في اي حاله من الحالات دي. الحاجه الاخيره اللي عاوز اقولها، كل البرامج 70% منها هو عمل وما يسمى البيزنس جيمز وحاجات عمليه وتفاعليه ومشاركه. يمكن ما فيش نظام محاضرات ولا الكلام ده خالص. معلش انا مش بدافع عن البرامج، انا بس عاوز اوضح ان دي سلسله ممكن اكون انا دخلت في حاجه منها غلط، وده برضه هيبقى دورنا احنا اللي احنا غلطانين. شكرا لك. تعليقا بس، يعني البرامج ليها شقين، محتوى واللي بيدي البرنامج. فالمحتوى سهل، لان المحتوى اكشلي زي ما الزميل تفضل موجود على النت. اي موضوع عايز اتعلم عنه حاجه لو انا اقدر اعلم نفسي بنفسي هخش اجيبه من على النت اكيد. انما الميزه الاضافيه اللي بتبقى موجوده ان اللي بيدي البرنامج يكون عنده نوع من سابق الخبره اللي هي عمليا يقدر يقول له لما بتبقى في هذا الموقف او لما كنت في هذا شفت ايه وعملت ايه وكده. دي الحته اللي النظريه ما بتقدرش تغطيها. فلو الناس اللي بتدي البرامج دي عندكم نفسهم قد يكون، مش عايز اقول بس قد يكون محتاجين تدريب علشان يوصلوا للدرجه انهم يبقوا عمليين كفايه في اعطاء البرامج ويريحوا الشباب اكتر يعني. اتفضلي ورا هناك. ايوه حضرتك. مسؤولة عن التدريبات ريادة الأعمال في حضرة الأعمال في جامعة أسيوط. أول حاجة حابة أقولها بس هي مجموعة نقاط صغيرة ورا بعضها. هو إحنا عندنا هنا في أسيوط وفي الصعيد كم مرة بتتعمل لقاءات بالشكل ده؟ بيجي عندنا محافظات من جامعات مختلفة، من محافظات مختلفة وخاصين بمحافظات الصعيد. يعني وإحنا كم مرة اجتمع مثلا محافظ المنيا مع محافظ أسيوط مع محافظ قنا بيمثلوا منطقة الصعيد
جم معاهم ناس زي حضراتكم من الصندوق الاجتماعي ومن الاوجاز بتاعت المشروعات ومن البنوك وكده. ده ما حصلش يعني المره دي غير بدعوه حد من القاهره. وعلى فكره يعني بالمناسبه احنا دكتور عبله قابلتنا من شهرين وقالت في مؤتمر كبير في القاهره ان انا هبدا بان انا اخرج بره القاهره واروح الصعيد. وقالت لنا على وجه يعني انا كنت موجوده وقالت يا جماعه ابداوا نظموا لي. احنا ما صدقناش انها هتيجي. يعني انا حتى لما خرجت فبقول لزميلي كلهم بيقولوا كده هتيجي تعمل ايه؟ هي هتيجي الصعيد؟ لانه فعلا ما فيش حد بيهتم ان هو ينزل الايكو سيستم زي ما حضرتك كنتوا بتتكلموا في الجلسه الاولى. الايكو سيستم هنا غير الايكو سيستم في القاهره غير الايكو سيستم. كل منطقه ليها متطلباتها، كل منطقه عندها البوتنشال بتاعها، كل منطقه عندها الحاجات اللي هي تقدر تقوم عليها. مش شرط اللي يقوم عندي في اسيوط هو اللي يقوم في اسكندريه. الحاجه الثانيه خاصه بتدريب رياده الاعمال. تدريب رياده الاعمال فعلا هو لغه العالم كله، واحنا سافرنا بره وشفنا العالم كله دلوقتي بيتكلم عن رياده الاعمال. والجامعات الفتره الجايه المفروض ان كلها تبقى ثيرد جينيريشن، يعني كلها تشتغل على جامعات رياده الاعمال. المشكله مش في التدريب، لا بالعكس، هم المدربين كويسين والناس بيدربوا. وزي ما حضرتك قال هي البرامج التدريب لو حضراتكم شفتوها هي موجوده في كل دول العالم ذا سيم، بس هي احنا عندنا منظومه ناقصه في حاجه. هو الشباب لما بيجي يتدرب حضرتك قلت ايه؟ المفروض هو لما يجي يقدم لي على كارد يكون فاهم هو هيعمل الشغل بتاعه ازاي؟ لا هو مش المفروض انه يبقى كده، ده يمكن عند حضرتك في المرحله بتاعتك، بس في مرحله قبلك لازم حد يفهم الشاب هي ايه الفكره بتاعته توصل لايه؟ يعني احنا حاليا عندنا في جامعه اسيوط شغالين لينا شهر عاملين حاجه اسمها ساقيه الجنوب، بندرب فيه الشباب في الجامعه وفي ناس كتير منهم حاضره هنا على ازاي يحول الفكره بتاعته لبزنس. في ناس جايه في اساتذه جامعه جايين نفسهم بيحضروا معانا. هو انا ممكن اقدم فكره من وجهه نظري انا كاستاذ جامعه وبطريقه بحثيه وبطريقه علميه هي صح جدا وتمشي كويس قوي قوي، بس هي ما تمشيش بزنس، لان عشان تتحول لمشروع تجاري هي محتاجه تحط عليها صبغات، يعني صبغات كتيره قوي قوي. فلازم الحلقه دي تبقى مكتمله. بعد كده لما انا بقى عندي المشروع او عندي الفكره اللي هي تتناسب مع العلم وبعدين يجي معاها البيزنس موديل ده والتدريبات اللي بيقدمها الجهاز او بتقدمها كل الجهات، انا شفت جهات كتير قوي قوي بتقدم اجهزه بتقدم تدريبات، التدريبات مستواها كويس. بس فعلا هو رايي برضو حضرته اللي قال ان التدريبات على اليوتيوب وعلى كده وعلى فكره على مواقع عربيه، يعني السعوديه لما بنقعد نتفرج على حاجات بتاع التدريبات هناك لا اسماء وقمم بصراحه. بس هي المشكله بعد كده حضرتك بتدرب الشاب وبتقول له اتدرب على رياده الاعمال، بعد كده يجي يبدا المشروع بتاعه. اذا كان هو عنده اهله مش هيعملوا له سبورت، لان انا ابني لما يجي يقول لي اديني 100,000 جنيه اصل اروح اعمل بيهم مشروع رياده اعمال هقول له اقعد على جنب بقى، هو انا هصرف لك في الجامعه ولا اجيب لك 100,000 دولار اعملهم لك شبكه ولا اعمل. كلنا اولياء امور عارفين الكلام ده، وده برضه معترف بيه عالميا. فحضرتك لو عايز تعمل سبورت لرياده الاعمال يبقى لازم عندك سيكتور كامل فيه جهاز اللي هو بقى خاص بالضرايب، خاص بالحسابات، خاص بالقروض، خاص بالكلام ده كله، يتعامل مع الناس دي بلغه ثانيه، لان ده مش راجل مستثمر، ده مش هشام طلعت مصطفى ولا يعني مش عايزه اقول اسماء معادله، ما هوش رجل اعمال كبير لو اتخبط هنا هيقوم هنا، المتعارف عليه زي ما دكتور عبله قالت وده معروف على فكره في كل دول العالم. السنة الأولى 70% من مشاريع ريادة الأعمال بتقع. ده لما هيقع دي مش واقعة وهيقوم منها، ده هتتقطم رقبته، لأن أول ناس هيلوموه هم أهله. ودي برضو معروفة في كل دول العالم إن أكثر حاجات بتحتاج منها المفروض إنك تحاول تحصل على السبورت منهم هو أسرتك وأصحابك. مين هيديله؟ هيروح يروح للضرايب يقعدوا يكلموه بلغات، يروح المنطقة الصناعية يلاقي يا فندم دي مصطلحات، دي عايزه حد يعني انا نفسي رحت مع شباب قبل كده، انا عايزه اروح باثنين محامين عشان يفهموا ايه اللي بيتكلموا في القوانين، وعايزه اروح باثنين محاسبين خبره الواحد فيهم 150 سنه عشان يفهم ايه هو اللي هو بيقوله المحاسب اللي قدامي. لو حضراتكم عايزين فعلا تعملوا فكر فعلا حكايه التطوير الصعيد والشباب ومش الشباب هي منظومه على بعضها، نمره واحد ان احنا اللقاءات دي يعني انا شايفه ان هم المركز الاقتصادي فعلا عمل سنه حسنه، احنا لازم نحافظ عليها ويتعمل في السكيدول بتاع المحافظين، هنقابل الناس المره دي في اسيوط، المره دي في المنيا، المره دي بس بتوع الصعيد. لما نخلص من مشكله الصعيد نبقى نروح للمحافظات الثانيه. ثاني حاجه اشرك معايا الناس من الجامعه والناس مش شرط الجامعه كلها، بس ابقى عارف فلان وفلان وفلان عندهم افكار، اشتغلوا ايه؟ ليهم خلفيه ايه في الشغل؟ اقدر كده اعمل لينك ما بين العلم وما بين الاداره اللي هي المحافظه، وبعد كده اجيب بقى معاهم كل الهيئات الاستثماريه اللي هي الجهاز تنميه المشروعات الصغيره المتوسطه، مش ممكن ده يمشي بنفس القواعد اللي يمشي بيها البنك في القروض، مستحيل. اكيد انا لما اروح اخد قرض غير لما ابني هياخد قرض، تفرق كتير قوي يعني.
شكرا لحضرتك. البنك الاهلي مليون جنيه بدون مليم ضمان. ليه؟ لان احنا عملنا المشروع بحيث ان مشروع ملابس جاهزه اتعمل اتفاق ما بين المصنع الصغير ومصنع كبير بيصدر. اتعمل اتفاق مكتوب 3 سنين ان المصنع الكبير هيشتري من المصنع الصغير وهيشرف على الجوده بتاعته 3 سنين. الجواب ده هو اللي خلى البنك الاهلي يدي القرض بدون مليم. الضمانه كانت ايه؟ ان المشروع سينجح. هي دي المنظومه، هي دي الضمانه. هذه النوعيه من التفكير ومن الثقافه لسه مش موجوده، بنتكلمها بس لسه مش موجوده. تطوير الفكره لسه غائب وضعيف. اللي مطلوب ان حضرتك في جهاز وفي مشروعك تطور نفسك انك تراجع بقى كل قسم سواء كان في اسيوط او غيره. مش الحل فوق ماشي من القرض، لا، اراجع عندي مين اللي ممكن يستقبل الشخص بتاع الفكره، هل هو عنده القدره انه يدي المناقشه دي، انه يعرفني انا واحد لواحد واقدر يطلب مني طب روحي اتدربي على كذا وطوري نفسك كذا وارجعي لي تاني. ده مش موجود. يعني احنا عندنا توزيع الدورات على مستوى الجمهوريه، عندنا كفاءات داخل الجهاز مش عايزه تتغير، عندنا كفاءات داخل مشروعات، لكن ما عندناش حد بيعمل الصف كله. فلو بس لازم احنا مش مجال دفاع، احنا زي ما قلت احنا مجال استقبال افكار واستقبال مقترحات واستقبال نقد عشان نقدر نطور نفسنا. ده انا بروح من البدايه. النقطه اللي حضرتك قلتيها فكره مين اللي يقعد مع صاحب الفكره عشان يتناقش معاه الفكره بتاعته، كان موجود ولا ما كانش موجود؟ وقت كبير جدا من عمر الجهاز ما كانش موجود، بس بقول لحضرتك ان هو موجود دلوقتي وموجود بينما وبيتطور وبيتدرب. لازم يختبر ويقيم. يعني حضرتك تيجي بعد 6 أشهر من الجهاز تطلب من الناس اللي جات لك وخدت الخدمه تقيم هذه الخدمه، تراجع تقيم نفس الخدمه مستمر عشان تعرف اللي حصل دلوقتي. دوره التقييم كامله بتتعمل كده. فده تاخد في الاعتبار، وده واحده من الاليات الجديده المهمه جدا. فكره مشروع جنريتر مختلف شويه عن اللي كانت حواليتنا في المشروع ده. القائمين عليه فكروا فيه هم ايه؟ بيقولوا هديه. بيقولوا الاربعه اصحاب المشروعات هديه. فقدروا خد المشروع مبني متصمم المكان من جوه حتى تصميم واضح ده ضمن يا فندم. ده ضمن المشكله بس بتاعت المنتج مباع. المنتج مباع. المنتج مباع ده ضمن المنظومه اللي كانت بتقدمها. بالعكس الفكره قائمه ان هذا الشاب يجب ان يساعد، ولما المحليات تساعده يبقى انا بقول مفيش فساد محليات، يبقى انا بقول فيها مركزيه. ودي كانت الفكره ان احنا نثبت ان المحليات قادره على انها تقوم بالمشاريع وتنفذها وتنجح المشاريع وتبقى ناجحه. والا في بلد لا ما تقوليش انا ما اديتش عيل هديه ولا شاب هديه. الشاب ده ما عندوش خبرات، لو سبته في السوق لوحده هيتاكل، حيتان السوق هتاكله. المشروع برضه زي ما هو المشروع ناجح، في ناس عايزه تهد المشروع ده، في منافسين، في مصانع كانت موجوده ما لهاش رغبه ان هذا المشروع يمشي. في مصانع كانت بتنتج قالت هتاخدوا مننا العماله، انا بس لا لازم اكمل كلمتي لمده النظام الاهلي. قالت هتاخدوا مننا العماله، قعدنا مع اصحاب المصانع اللي في الاجهزه كلهم، مش هاخد عامل منك. وكان شرط اساسي في المقابلات، وانا كنت بقابل ان اللي جاي ما يكونش موظف حكومه، ما يكونش سابق ليه عمل في مصنع ملابس، وخدناه مجلس التدريب الصناعي اللي هو معاك. انا بشكره، وفروا لنا انتقالات، وفروا لنا بتاع، اصحاب المصانع نفسهم خدوا الناس دي دربوهم عندهم على التصنيع، خدوا الاربعه اللي هيتملكوا المصنع، الاربع شباب الحلوين دول، دربوهم على ازاي يدير المصنع، تدريب ميدان.
مش احنا برضه عندنا يعني عشان بس معانا ما مديش ايديا وفتحت مشروعنا بقى معلش يعني معلش عشان انت برضه حضرتك عشان بس ادي فرصه لاسئله اخرى وفيها تدعم في سؤال عند حضرتك اتفضل في سؤال تاني في سؤالين انا شايفه في حضرتك انا اخد ثلاث اسئله كمان لا حضرتك في واحد الاول وبعدين حضرتك اتفضل انا هاني السلموني كنت بشتغل في منظمه العمل الدوليه في برنامج رياده الاعمال ونفذنا برنامج رياده الاعمال مع جامعه بنها وعملنا اول بي دي اس للاعمال الزراعيه. المشكله الحقيقيه ان احنا بعد ما دربنا 500 طالب وساعدناهم ان هم يعملوا فيزابيلتي ستادي للمشروع بتاعهم ويعملوا فكره المشروع والتصميم والدراسه السوقيه. الصندوق الاجتماعي وكافه جهات المنحه اللي كانت موجوده او جهات التمويليه اللي كانت موجوده رفضوا يدوا الشباب دول. اولا في جهات زي مشروع طلب رخصة للمشروعات الزراعية. الصوب والمشروعات الزراعية ملهاش رخصة. الصندوق الاجتماعي للتنمية قال أنا ما بديش قروض لشباب لأن أنا عايز مشروع يا قائم يا مشروع يكون بايع نفسه من الأول أو يكون عنده ضمان. مين من الشباب هيكون عنده ضمانات؟ لازم نعيد يعني نعمل حلول تمويلية تصلح للشباب بالذات الشباب اللي هم لسه متخرجين اللي أصلا ريادة الأعمال هي عبارة عن مشروعات فيها كرياتيفتي وفيها ابتكار عشان يعمل أفكار جديدة. لكن أنا لما ألجأ للأفكار التقليدية ده معناه إن أنا بحبس الشباب دول وبمنع عنهم إن هو يشغل مخه ويطلع حلول جديدة لمشاكل موجودة في المجتمع بتاعنا. شكرا. أظن بكرة برضه هيبقى في يعني في حاجة هتتقدم في الموضوع ده وأنا هبقى برضه هتكلم شوية لأن زي ما احنا وضحنا قبل كده التمويل مش حاجة واحدة ومش وان سايز فيتس اول زي ما بيقولوا مش كل حاجة تنفع لكل الناس فلازم يبقى عندنا هذا التنوع. في مخاطر في ابتكار في حاجة تقليدية. الخطر في التقليدي بس اللي يعني الناس لازم تاخد بالها منه انكلودنج الصندوق وكده ان احنا مش بنشتغل لوحدنا في هذا العالم. الصراع بين الدول وبين المنافسه اصبح كبير جدا وبالذات الصناعه يعني ان شباب يخشوا مشروع صناعي النهارده في وجود دول عملاقه زي الصين وكده لازم تتحسب كويس والا بنساعدهم على الانتحار بدل ما نكون بنساعدهم على النجاح. فبرضه دي موضوعات بس هناخد سؤال كمان وسؤال حضرتك وبعدين ناخد اخر تعليقات لا كتير ورا حضرتك الاول اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. منزه حمود مدير المناطق الصناعيه في المنيا. هو حضرتك الشباب بيتخوف من الدخول في مشروعات بسبب رئيسي في اغراق في السوق لمعظم المنتجات. لما تنزل لاي محل من المحلات تلاقي فيه عشرات الاصناف مستورده من الصين. مجله اتحاد الصناعات نشرت خبر من حوالي سنتين ان مصر فيها حوالي 800 الف مستورد بيستوردوا سلع من الصين. الاغراق ده موت الصناعه المصريه. النهارده في الاف القطع اللي ممكن تتصنع داخل مصر او الاف الاصناف ولكن ما حدش قادر يخش على فكره الصناعه بسبب ان اسعار القطع اللي بتنزل من الصين اسعارها اقل من المنتج المصري. فلازم هنا يكون في حمايه للصناعه المصريه. حمايه الصناعه المصريه اولا يتطلب ان يكون في مركز بحوث فنيه وليست علميه. هو بياخد من مراكز البحوث العلميه الفنيه ازاي يصنع القطعه بالجوده العاليه بحيث انه لما ينزلها السوق يبقى في حمايه للصناعه المصريه وبالتالي تشجع الشباب على الصناعه. اذكر انه حد حكى لي في السبعينات كانوا الناس الصينيين بينزلوا شوارع القاهره ياخدوا مقاسات البدل بتاعه الجمهور علشان لما يصنع بدله يصنعها مطابقه للمواصفات او مطابقه للستايل بتاع الشكل بتاع الجسم بتاع الشخص المصري. وبالتالي هم بياخدوا كل الافكار الفنيه من جوانا من عندنا وينفذوها وينزلها لك السوق. ده غير موجود في مصر على الاطلاق. علشان كده المشروعات بتتدنى او بتفشل او اللي بيخش في مشروع ما بيوصلش للجوده بتاعه الصينيين.
اضافه لكده اي واحد مستورد لو انت بتصنع هنا يقول لك اجيبها لك بكام من الصين وانزلها لك، يروح يستوردها وينزلها، بيموت الصناعه المصريه. المراكز البحثيه دي انا اتصور انها لو دعمت من الصندوق او دعمت من اي جهه حكوميه بحيث انها تقدم لصغار الشباب او لصغار المستثمرين او الصناعات الصغيره النو هاو، يبقى تقدر تحتكر السوق او بمعنى اصح تقدر تنتج منتج له قابليه في السوق. بالاضافه ان احنا حوالينا اسواق زي اسواق السعوديه في مواسم الحج، ده احنا ممكن يعني ممكن نغرقها من المنتجات المصريه. وشكرا. شكرا. سؤال حضرتك اخر سؤال وبعدين ناخد اي تعليق معلش عشان الوقت. اتفضل. انا بمثل مؤسسه من مؤسسات المجتمع المدني خاصه دي احد المناطق الصناعيه الكبرى في سيناء، تبحث بشكل جاد جدا انها تقدر ازاي تقدر تعمل تدريبات للشباب علشان تقدر ترجع منظومه العمل الماهر مره ثانيه. كان بتكلم في حاجه تانية في مختلفه شويه اللي كلموها الزهرة. انا بتكلم على ان حضرتك كممثل لهذه المشروعات ومستفاد هنا ممثله وعديد ممثله لوزاره التنميه المحليه والعديد من الجهات الاخرى. انا شايفه ان في شركاء موجودين في المجتمع قد يكون ادرى او يكون دول موجودين معاكم. مفيش محاوله ان احنا نعمل نتورك بشكل متكامل مع بعض. يعني مثلا حضرتك بتتكلم على انك انت بتقدر تعمل مثلا تدريبات للشباب، حضرتك بتتكلم على انك تقدر تطور الشباب. انا عايزه اقول لو احنا دخلنا الشركاء بنكونهم معانا منظمات المجتمع المدني او المصانع نفسها ورجال الاعمال اللي هم يقدروا يعملوا التدريبات دي، نقدر نقول ان احنا هنوصل للشباب بصوره اسرع بصوره اكثر، هنعمل ال 1-to-1 اللي احنا عايزينه في المشوره وازاي الشاب يقدر يعمل. ليه؟ لان احنا هيبقى معانا قدره ممتده الى داخل المجتمع، لكن احنا ممثلين في جهاز قد تقرر منه اصلا في محافظات، لكن بنعتمد بس على القوى البشريه بتاعتنا اللي موجوده. يعني لو عملنا تي او تي من مختلف المنظمات دي قدرت ان هي تشتغل وتنتشر، اعتقد ان ده هيكون ليه مردود كويس قوي عند حضرتك. انا القاهره. بس انا بشتغل على المدرسة. شكرا. معلش يعني في حاجه احكي لك. انا بتكلم كمان على ان احنا بنقول ان احنا ان دلوقتي اغلب حاجه بندور على الاستيراد والحاجات دي، اغلب حاجه لازم نكون وصف الديسكفري دي عشان نعملها. طب ليه ما ننزلوش عن طريقكم؟ احنا عارفين كويس جدا الحاجات اللي هي محتاجه استيراد، ونقعد مع مصانع كبيره ونقول لهم انتوا فعلا تقدروا تدربوا عماله على الحاجات دي ولا لا؟ وانا اعتقد لو بتكلم من موقف انا على دراية بيه كويس قوي هنقدر نختصر الطريق جدا ونقدم للشباب مشروعات ذات احتياج بالفعل. وعشان كده احنا محتاجين بس اثنين مواقف تتكامل. اخر حاجه احب اقولها التنوع في مصادر التمويل والمشروعات. بحترم راي حضرتك جدا وكنت اختلف معاك. انا افضل ان التنوع اللي بيبقى موجود دوت يعني توقعي ان قد يحدث منه هدر للمال ما لم يكن كله في جهه واحده. لو في مكان واحد بيقدر يتبنى هذا الوضع ويتبنى هذه الفكره، انا اعتقد ان احنا هنوصل للشباب بآليه واحده بسيستم واحد بطريقه واحده. الشاب يبقى فاهم اللي ليه واللي عليه باختصار بدل ما هو مشتت، وممكن كمان ياخد اكتر من نظره، ممكن ياخد من جهه وياخد من جهه ثانيه، ومفيش شتاته كونتكست بين الاثنين اللي يخلينا نضيعهم ونحدد. شكرا. معلش انا اسف مش هقدر اخد اسئله اخرى عشان برضو ميعاد الغدا وكده. عايز اترك اخر بس دقائق للسادة المتحدثين ان هم كل واحد فيهم يدي اخر تعليق على الاسئله الاخيره او على الجلسه بشكل عام، وبعدين هنختم ان شاء الله. شكرا لسعادتي بوجودي في وسطكم وبدعوكم بدعو الشباب اللي كان عايز يتكلم ما قدرش يتكلم. احنا موجودين مع بعض النهارده وبكره، واتمنى ان انا اتواصل معاكم. موجودين عموما بشكل عام كده في السوق، مكتبنا موجود، مسموح بمين حد يجي
على تمويل الاستاذ رميح، هنعمل معاك جلسات نسمع منكم ونشوف افكاركم ونشوف احتياجاتكم الحقيقيه ونحاول نلاقي فيها حلول. اشكركم. تمام. برضو هو اي مشروع مش هيبقى على طول ناجح، لازم كل مشروع بيبقى فيه ايجابيات وسلبيات، بس لازم الواحد بيتعلم من السلبيات بتاعته. لو سمحتوا يا جماعه احنا ما خلصناش الجلسه، سمحتوا اتفضلوا ويحولها الى خلص الجلسه. سمحتوا كله يتفضل لحد ما نخلص الجلسه. بيحول السلبيات بتاعته دي لنجاح للمشروع، فان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه هيبقى في حاجات جديده هتطور من مشروعك. بالنسبه لان احنا هنبتدي نعلم العميل المراحل ما قبل بدايه المشروع وخلال المشروع، وهنبقى هننشئ سويتات صغيره في كل محافظه للتسويق. ده هيدعم جامد المشروع، وهنبتدي بندرب المديرين المقرات في المحافظات، هندربهم علشان يقدروا يستقبلوا العملاء بشكل افضل، وده ان شاء الله هيطور من مشروعك الفتره القادمه بشكل افضل باذن الله. نشكركم على الاستماع. عايز اسال بس لحظه واحده، فتره الغداء هنختصرها لساعه بدل ما كانت تقريبا ساعتين الا ربع، لان احنا مشروعك في اسيوط يعمل جلسات تحت اشراف حضرتك مع الشباب، يطلع منها برنامج تحسين اداء بنفس القوانين بنفس اللي موجود. ازاي نتحسن الاداء؟ نعمل لكم مؤتمر تاني. حضرتك بس عايز اوضح حاجه برضه. طبعا انا مدير الجهاز في اسيوط، احنا بنستقبل الناس كل يوم، بيدخل المكتب حوالي 100 تقريبا، ما بين الاشهر فيه، ما بين حصول على قرض، حصول على قرض عندنا ثلاثه اعمال خدمه عملاء، بنناقش كل الشباب او كل اصحاب المشروعات، بندي المشروعات الصغيره والمشروعات متناهيه الصغر. لو سمحت يا جماعه اسمعوني، لان الكلام ده لازم يتقال. بندي تقريبا ما بين قروض من البنك في الشهر حوالي 15 مليون جنيه افراد مباشر، بس انا بتكلم على تمويل. فموضوع طبعا الهدف من الجهاز مش تمويل. ممكن نتكلم في ان احنا نحدث تنميه، نعمل تنفيذ بالصفر، بس انا بتكلم في نقطه ان المكتب مسؤول بالرخص مشروعات، بتساعد في ترخيص، بتساعد في تمويلات سواء من خلال البنوك او من وحده افراد مباشر في المكتب تقريبا 2 مليون. بس المشكله في اسيوط، انا يا شباب لازم تسمعوا، المشكله في اسيوط ان الشباب ما زال عندي فكره الوظيفه. احنا بنعمل دورات تدريبيه، بنعمل ندوات مع الجامعه، يعني كل اسبوعين ثلاثه تقريبا بنجيب مجموعه شباب ما بين من 50 ل 70 شاب، بيزوروا المكتب، بيزوروا وحدات المكتب، بيزوروا مشروعات ناجحه ونماذج ناجحه، عشان نحاول نغير فكره بدل ما نستنى الوظيفه. هو مرتبط بالوظيفه او مرتبط بمشروع نمط. يعني مثلا عملنا مشروع مع مصر الخير تربيه مواشي. المشروع ده كان حوالي مرحلتين او ثلاثه تقريبا. الشباب اللي بيقدم فيه قد اضعاف اللي هيشتغل. بنضطر نعمل قرعه. مشروع جمعياتي. مشروع جمعياتي اللي اشتغل في اسيوط، ومعالي الوزير طبعا بيعاني من المشكله دي، اتقدم في اسيوط في اسبوعين ثلاثه 2500 شاب. اللي اشتغل من وزاره التموين 220 واحد. المشروع ده خلص تقديمه في 12/2016. انا لغايه النهارده نواب وشباب ومن جميع مراكز اسيوط عايزه مشروع جمعيات، لان هو مشروع الوزير وقف، لان هو مشروع نمط. الشباب عايزه مشروع نمط. عملنا مثلا 15 مبردات نص نقل مربوطه مع وزاره التموين، ياخد بضائع ويبيعها في المراكز والقرى مربوطه من خلال شركه المصريه. تمام.
بالظبط دول ونص عمال اقرع فيهم. ال 15 دول قدم فيهم كام؟ حوالي 200. وقفلنا بقى التقديم في توقيت معين طبعا. يعني انا عايز اوضح ان الشاب يعني ماقدرش الوم الشاب ماشي ماشي ولا ضد الشاب على فكره. احنا انا عايز اقول حاجه برضه، الشخص اللي عاوز ينجح فيه احنا يعني احنا عندنا مخلاق البيئه اللي ينجح فيها يا ريت تكمل على الغدا بقى يعني.